والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بالجميع الزملاء من المعلمين والمعلمات ومن المهتمين أيضا بالشأن التربوي في أول سلسلة من ندوات الجمعية السعودية العلمية المعلم جسم، فأهلا ومرحبا بالجميع. وبعد البدء نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح السلمي على دعمه المستمر والمتواصل للجمعية ولا محدود، ووقوفه مع الجمعية ومجلسها في كثير من أنشطتها ودعمها ماديا ومعنويا. كما تقدم بالشكر أيضا لسعادة الدكتور عبد الله علي الكاسي عميد كلية التربية ورئيس الجمعية السعودية العلمية المعلم جسم على الدعم المتواصل أيضا الجمعية و وقوفه مع الأعضاء في تنفيذ الكثير من الأنشطة وبناء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية. أيضا نشكر عماد التعلم الإلكتروني ممثلة في منصة تزامن على دعمها للجمعية من خلال بث أول سلسلة ندوات النمو المهني المعلم من خلال منصتها تزامن. نبدأ اليوم بإذن الله في الحديث عن توظيف البحث الإجرائي في العملية التعليمية، وانطلاقا من رؤية الوزارة في 2030 للارتقاء بالعملية التعليمية، وهناك العديد من التحديات التي تواجهها الوزارة في التعليم، وكان من ضمنها لضعف البنية التعليمية المحفزة على الدعوة والابتكار، وربطها أيضا بالنمو المهني للمعلم ووضعه في الموضع الصحيح لارتقاء بالعملية التعليمية وجودة التعليم. والبحث الإجرائي من الأساليب المهمة جدا في العملية التعليمية للوقوف على العديد من المشاكل داخل قاعة الصف وأيضا داخل المؤسسات التربوية. فيعد البحث الإجرائي من الأساليب التنمية المهنية التي برزت مؤخرا وانتشرت في عديد من المؤسسات التي تقدم التعليم الجيد، وبالتالي يهدف هذا أو هذه الندوة إلى التعريف بالبحث الإجرائي وكيفية الاستفادة من في العملية التعليمية. الندوة تقدم على يومين متتاليين، كل يوم فيه جلستين، وكل جلسة فيها لديها العديد من الأهداف نستعرضها معكم. اليوم الأول فيه جلستين اليوم التدريبي، الجلسة الأولى فيها 6 أهداف أو الجلسة تقريباً 6 أهداف على جلستين. الجلسة الأولى فيها أن يصوغ المدرب التعريف الإجرائي للبحث الإجرائي، يتعرف على أهداف البحث الإجرائي، يحدد أنواع البحوث الإجرائية، يستنتج خصائص البحث الإجرائي، يقارن بين البحث الإجرائي والبحث العلمي، يحدد خطوات البحث الإجرائي، ومن ضمنها أيضاً مثال ل بحث إجرائي وكيفية تطبيق بحث إجرائي. الجلسة الأولى تتكون من 3 أهداف كما ذكرت، هي مفهوم البحث الإجرائي وأهدافه وأنواعه. ممكن نعرض نشاط بسيط دقيقتين إذا كان في هناك مشاركات من الأخوة عن مفهوم البحث الإجرائي، سواء من الشات أو من خلال الصوت. النمو المهني المعلم مطلب حيوي ومهم جدا، وتزويد المعلم بالعديد من الدورات تنعكس ذلك على مخرجات التعليم والارتقاء بجودة التعليم. وبالتالي بدأت الوزارة في الاهتمام بهذا النمو المهني المستمر لتطوير قدرات المعلم، سواء قبل الخدمة من خلال المؤسسات التربوية أو في أثناء الخدمة من خلال الدورات التي تقدم للمعلم خلال العام الدراسي، وأيضاً ما لجأت إليه مؤخراً من التدريب
الصيفي. الهدف من ذلك هو أن يكون المعلم على تواصل مستمر مع الجديد في الميدان التربوي ومع الجديد مع النظريات التربوية، وأيضاً حتى يكون لديه الحصيلة الكافية من المهارات والمعارف التي يستطيع من خلالها أن يسخرها داخل قاعة التدريس لكي يهتم أو لكي يحصل على المتعلم على جودة عالية من التعليم. فكان الهدف من هذه الندوة وهذه الدورة أن نعرف المتدرب بما هو البحث الإجرائي وكيف تطبيق هذا البحث الإجرائي للاستفادة منه في تطوير العمل، وأيضاً كذلك في بناء قدرات المعلم. ونلجأ أو نهدف من خلال هذه الندوة أن يكون لدينا ما يسمى بالمعلم الباحث الذي يمتلك مهارات البحث العلمي ويستطيع توظيفها داخل قاعات التدريس. فهناك العديد من المفاهيم للبحث الإجرائي. طبعاً الهدف الأساسي للبحث الإجرائي كيف يطور المعلم عمله، أو كيف يستطيع أن يقضي أو يحل المشاكل الواقعية التي يواجهها داخل قاعة الصف أو حتى في المؤسسة التربوية اللي هي المدرسة. هناك كثير من المشاكل تعيق العملية التعليمية على مستوى قاعة الصف، وأيضا هناك مشاكل تعيق نجاح العملية التعليمية على مستوى المؤسسة التربوية اللي هي المدرسة. بالتالي البحث الإجرائي يعد أحد نماذج النمو المهني للمعلم. يعني المفروض الفكرة اللي تكون لدى داخل المعلم أو لدى عند المعلم ألا يكون يكتفي بما توصل إليه في مرحلة البكالوريوس والدبلوم التربوي، لأن العملية التعليمية عملية تراكمية ومستمرة، وبالتالي عليه أن يطور قدراته ومهاراته حتى يكون مواكب للجديد في العملية التعليمية. وبالتالي هذا البحث الإجرائي يشجع المعلم على تحديد المشاكل الواقعية بدقة، لأن المعلم هو الأقرب للمشاكل الموجودة داخل العملية التعليمية بحكم أنه متواجد داخل قاعة الصف ويعرف قدرات الطلاب، يعرف طرقهم الفردية، ويعرف أيضا الإمكانيات الموجودة لدى المتعلمين والإمكانيات الموجودة في البنية التحتية أو داخل قاعة الصف، وأيضا إمكانات المعلم ذاته، لأن الإمكانات مختلفة بين من معلم إلى معلم ومن مؤسسة إلى مؤسسة ومن طلاب إلى طلاب. وبالتالي هذا المعلم لديه القدرة أن يحدد هذه المشاكل بدقة ويستطيع أن يساهم بدرجة كبيرة في حل هذه المشاكل، لكن لا يستطيع ذلك إلا إذا كان يمتلك القدرات الكافية، يمتلك المهارات الكبيرة، يمتلك مهارات البحث العلمي حتى يستطيع من خلالها المحاولة الوصول لحلول هذه الحلول تنتج من العمل داخل قاعة الصف، وأيضاً تزيد من قوة مخرجات العملية التعليمية. فبالتالي هو يحاول أن يوجد مشاكل أو محاولة لإيجاد حلول لهذه المشاكل، ويتيح الفرصة لنفسه للتفكير لإيجاد منهجية علمية صحيحة تطور من قدراته ومهاراته. في تساؤلات من الأخوة الحاضرين؟ طيب، المعلم، وأنا بحكم أني معلم يعني هناك الكثير من المشاكل التي تواجهنا في الميدان التربوي: ضعف التحصيل، عدم القدرة على تنمية مهارات التفكير، ضعف الدافعية، أيضا كذلك عدم الاهتمام بأداء الواجبات، عدم الاهتمام بالانتباه. هذه كلها كثير من المشاكل التي يواجهها المعلم. وهل هذه المشاكل هل تعود لأداء المعلم نفسه، ضعف البنية التحتية، أيضا دافعية الطلاب هل هي السبب في ذلك؟ فمن خلال البحث الإجرائي نستطيع أن نحدد هذه المشاكل ونجد لها بإذن الله الكثير من الحلول، لكن لابد للمعلم أن يمتلك هذه المهارات التي يستطيع من خلالها الوقوف على هذه المشاكل. فطبعا البحث الإجرائي مختلف تماما عن البحث العلمي اللي موجود في طروحات الماجستير والدكتوراه او الابحاث التربويه اللي تجرى في كليات التربيه، لان البحث الإجرائي لا يركز على تقديم نتائج البحث كالبحوث الاخرى، بل يسعى لحل مشكله واقعيه. يعني البحث الإجرائي يسعى لحل مشكله واقعيه، والمعلم هو الوحيد الذي يستطيع ان يحدد هذه المشكله، ويستطيع من خلال امتلاك المهارات ان يقدم حلول مناسبه لحل هذه
المشكلة بحكم المعايشة مع أبنائه الطلاب داخل قاعة الصف ومعرفته لكل الظروف المحيطة بالمعلمين وبالمنهج ومحتويات المنهج، فالمعلم يستطيع بمفرده إجراء البحوث أو بالتعاون مع بعض الأكاديميين أو من خلال مجموعة من المعلمين. ومن باب التذكير، مشروع بحث الدرس اللي تبنته الوزارة في الفترة الأخيرة هو مثال للبحث الإجرائي، لأنه يحاول من خلال بحث الدرس إيجاد حلول للمشاكل الموجودة في داخل الميدان، وبالتالي من خلال الاهتمام بالنمو المهني للمعلم المرتبط بتدريبه في أثناء الخدمة، يجب أن يكون معلماً باحثاً ممارساً داخل قاعة الصف اللي داخل قاعات التعليم والتعلم، فلابد من امتلاكه لهذه المهارات حتى بشكل تطبيقي ليس بشكل نظري، لابد يكون يمتلك الخلفية النظرية ويستطيع تطبيقها بشكل مهني. المجتمعات المهنية هي قائمة على البحث الإجرائي، اللي يسأل السائل قائمة على عملية البحث الإجرائي، لأنه خلال المجتمعات المهنية يستطيع المعلم أن ينمي قدراته من ناحية، وأيضا يستطيع أن يجيد كثير من حلول المشاكل الواقعية في العملية التعليمية. نستعرض بعض المفاهيم التي وردت حول البحث الإجرائي. مفهوم يقول أنه دراسة مشكلة حقيقية في المدرسة أو في قاعة الصف من أجل فهم وتطوير التعليم والعمل. لو لاحظنا وحللنا هذا المفهوم نجد أنه واضح جداً أن البحث الإجرائي يسعى لحل مشكلة حقيقية. هذه المشكلة الحقيقية لا يستطيع اكتشافها إلا المعلم الممارس، ومن يستطيع حلها المعلم الذي يمتلك المهارات البحث العلمي لاكتشاف هذه المشكلة أو هذه المشاكل وإيجاد أو محاولة إيجاد الحلول لها داخل المدرسة أو في قاعة الصف. يعني المشاكل التي يسعى المعلم للمساهمة في حلها ليست في قاعة الصف فقط، قد تكون هناك مشاكل في المؤسسة التربوية، مثلا زي مثلا ظاهرة التنمر في المدارس، ظاهرة التأخر في الطابور الصباحي، ظاهرة الغياب المتكرر. هذه كثير من المشاكل يساهم المعلم مع مجموعات أخرى، مع الإرشاد الطلابي، مع المدرسة، في إيجاد الحلول لها. أما المشاكل التي تتم داخل قاعة الصف المرتبطة بالتحصيل المعرفي ومرتبطة بمهارات التفكير، المعلم يسعى أو المعلم هو الوحيد الذي يستطيع أن يحدد هذه المشكلة ويحاول إيجاد حلول لها. قد يستطيع حلها بمفرده إذا كان يمتلك مهارات البحث العلمي، أو بالتعاون مع مجموعة أخرى من المعلمين لوضع خطة مناسبة لهذه الحلول. أيضا هناك في مفهوم آخر للبحث الإجرائي الذي يقوم به المعلمون أو المشرفون التربيون أو الإداريون. طبعاً قد يقوم المشرف التربوي بمشكلة واضحة من خلال زياراته العديد من المعلمين، وجد هناك مشكلة مثلاً في ضعف الأداء، في ضعف استخدام استراتيجيات التدريس، يستطيع أن يتبنى خطة إجرائية لإيجاد حلول لهذه المشاكل. وبالتالي المشرف التربوي مشارك في تنفيذ البحث الإجرائي لتحديد المشاكل التي تواجهه في عمله والارتقاء بأداء المتعلم. الهدف من ذلك هو تطوير قدرات القائمين والعاملين في الميدان التربوي من خلال ممارساتهم التعليمية لحل كل المشاكل التي تواجه العمل التعليمي. طبعا ليس حلا جذريا لأن المشاكل متجددة، لكن محاولة إيجاد هذه الحلول والتقليل منها حتى نستطيع أن نرتقي بجودة الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب. وهذه الأبحاث قائمة على عملية التأمل والتفكر في الممارسة من قبل الممارس نفسه اللي هو المعلم لتحقيق فهم أفضل للعملية التعليمية وإحداث التغيير المنشود. حاول المدرب أن يجد تعريفاً إجرائياً للبحث الإجرائي. طبعاً هو عملية بحثية إجرائية يقوم بها المعلم بنفسه أو بالمشاركة مع المعلمين. هذه المشاركة يقوم بها المعلم بنفسه أو من خلال الاستعانة بمعلمين متخصصين في نفس المجال لإيجاد مشكلة أو إيجاد حل لمشكلة قائمة داخل قاعة الصف، ومحاولة الفريق أن يجد حلول لها من خلال التأمل والتفكر في أو التفكير في إيجاد خطة مناسبة لوضع حلول لهذه المشكلة من خلال تطوير القدرات والأداء داخل قاعة الصف وإيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل. والهدف من ذلك هو الارتقاء بجودة المخرجات. نتيح إذا في هناك تساؤلات حول
مفهوم البحث الإجرائي. طرح الأسئلة متاح، طرح الأسئلة متاح، طرح الأسئلة متاح من الزملاء والزميلات في الجزء اللي هو مفهوم البحث الإجرائي، يعني من لديه طرح يضع في الشات ونحاول إن شاء الله أن نقدم عليه الإجابة المناسبة. اللي طرح السؤال عن البحث الإجرائي أو البحث العلمي، هذه من ضمن الشرائح القادمة إن شاء الله. البحث الإجرائي هو بحث واقعي من خلال مشكلة واقعية يكتشفها الممارس، يكتشفها الممارس داخل قاعة الصف أو داخل مؤسسة التربوية. أحدد المشكلة مع طلابي، نعم يستطيع المعلم الذي يمتلك المهارات البحث العلمي أن يحدد المشكلة، وأيضا يستفيد من إشراك الطلاب في حل هذه المشكلة. لو كان عندنا مشكلة مثلا في عدم قدرة الطلاب على تنمية التفكير الناقد، يستطيع أن يضع استراتيجية مناسبة للتدريس لتنمية مهارات التفكير الناقد، ويشرك الطلاب في هذه الاستراتيجية من خلال الأنشطة المناسبة لتنمية مهارات التفكير الناقد التي توجه للمتعلم. التنفيذ له من ضمن الخطوات القادمة لسعة التنفيذ إن شاء الله، خطوات التنفيذ. وأيضا في مثال لبحث إجرائي. إلى ماذا يهدف البحث الإجرائي؟ يعني ما الهدف من البحث الإجرائي؟ لماذا البحث الإجرائي؟ البحث الإجرائي يطبق في كل التخصصات الموجودة في داخل المؤسسات التربوية، في العلوم بأنواع أحياء، فيزياء، كيمياء، رياضيات، في اللغة الإنجليزية، في التدريس العلمية، لأن كلها مقررات تعرض للمتعلم، وبالتالي هذه المقررات أكيد أن يواجه فيها المتعلم مشكلة، وبالتالي هذه المقررات بيئة خصبة لتنفيذ البحث الإجرائي. تحديد المشكلة سهل جدا، إذا كانت مثلا في ضعف التحصيل ممكن يستطيع أن يعمل اختبار تحصيلي لأي وحدة يقوم بتدريسها، وبالتالي من خلاله يستطيع أن يحدد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، ثم يبدأ بذلك مثلا بوضع استراتيجية تدريسية لزيادة التحصيل. وأيضا كذلك في تنمية مهارات التفكير يستطيع أن يعمل إجراء اختبارات قبلية، من خلال هذه الاختبارات القبلية يحدد المشكلة وين موجودة بالضبط، هل هي في التحصيل، هل هي تنمية التفكير الناقد، هل هي فيها في الدافعية، هل هي في الاتجاه نحو معلم المادة أو الاتجاه نحو المقرر. وبالتالي البحث الإجرائي يهدف أساس البحث الإجرائي الهدف الأساسي هو إيجاد حلول لمشكلة واقعية يواجهها المعلم. صياغة المشكلة إن شاء الله حنجي عليها أيضا، ولها قواعد في البحث الإجرائي. هذه المشكلة واقعية داخل قاعات الدرس، يستطيع المعلم أن يكتشفها، وامتلاك المعلم لمهارات البحث العلمي هي أساس قوي جدا في تنفيذ البحث الإجرائي. المعلم الذي لا يمتلك مهارات البحث العلمي يواجه مشكلة، اللي كيف يحدد المشكلة وكيف يصيغ المشكلة وكيف يصيغ الأسئلة ويحدد الفروض والتساؤلات وكيف يحدد إجراءات البحث، من خلالها يستطيع المعلم أن ينفذ البحث الإجرائي. ماذا يهدف البحث الإجرائي؟ ولماذا نستخدم البحث الإجرائي؟ ولماذا هذا الأسلوب يجب أن ينفذ في مدارسنا؟ الآن مدارسنا أصبحت بحاجة إلى تنفيذ هذا البحث الإجرائي. طبعاً البحث الإجرائي بحث تطبيقي يختلف عن البحث الوصفي، قد يشبه البحث الوصفي في وصف الممارسات التي توصل إليها المعلم. من ضمن أهداف البحث الإجرائي يمنح المعلمون وعموم الممارسين التربويين الإحساس بالقوة والثقة بالنفس، وذلك في تغلبه على المشكلات التي تواجهه. إذا استطاع المعلم أن يحدد مشكلة حقيقية يواجهها مع أبنائه الطلاب، هذه تبني الثقة لدى المتعلم أنه أستطاع أن يكتشف هذه المشكلة.
وبالتالي هذه تزيد من ثقة المعلم، وأيضا تزيد من القوة بينه وبين أو العلاقة القوية بينه وبين الطلاب. يعني ليس دور المعلم فقط أن يدخل إلى قاعة الصف ويقوم بإلقاء المحتوى العلمي ثم يغادر قاعة الصف، لا، لابد أن يبني العلاقة بينه وبين الطلاب. من خلال هذه العلاقة يستطيع أن يجد أن يحدد المشاكل التي تواجه المتعلمين، فبالتالي إذا استطاع المعلم أن يحدد أن هناك مشكلة في ضعف التحصيل أو في التفكير الناقد أو في الدافعية أو في الاتجاه نحو المقرر أو نحو المعلم، هذه تزيد من ثقة المعلم ويستطيع أن ينمي هذه المهارات حتى يستطيع أن يكتشف العديد من المشاكل، وبالتالي هو يعتبر أسلوب إجرائي لكشف المشاكل وأيضا إيجاد أو محاولة إيجاد حلول لها، يهدف إلى تنمية روح حل المشكلات وتشجيع الاتجاه العلمي لحلها لدى الممارسين في الميدان التربوي. طبعا إذا لجأ المعلمون أو لجأ المعلمين إلى اكتشاف المشكلات معناه هذا أن هناك اتجاه تربوي كبير داخل مدارسنا، أن هذه المدارس أصبحت قائمة على إيجاد حلول للمشاكل من خلال البحث العلمي، وبالتالي البحث العلمي أصبح مهم جدا في 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 امتلاك المعلم للمهارات. وحتى الآن توجه الوزارة في كثير من دورات التدريبية أنها تحاول أن تعزز قيمة البحث العلمي لدى المعلمين، لأنه هم الأقدر لإيجاد المشاكل داخل الميدان التربوي، إيجاد حلول للمشاكل، لأن هم الممارسون. يعني لا يمكن أن يجد الحل للمشاكل التربوية إلا المعلم الممارس، وبالتالي كل من يلجأ إلى إيجاد حلول تنظيرية لن تنفع الميدان التربوي. إذا لابد هنا أن يمتلك المعلم مهارات البحث العلمي ومن خلالها يستطيع تنفيذ البحث الإجرائي، لأن المعلم هو الأقدر والأجدر على اكتشاف هذه الحلول أو هذه المشاكل وإيجاد حلول لها. أيضا من ضمن وظائف البحث العلمي وأهداف البحث العلمي هي التنمية المهنية لدى المعلمين، التنمية المهنية لدى المعلمين اللي هم خلال تطوير القدرات، الاطلاع، حضور الدورات، حضور الندوات، حضور اللقاءات، حتى يصبح لديه حصيلة قوية يستطيع من خلالها أن تنعكس إيجابا على جودة المخرجات، وبالتالي يصبح المعلم الذي يمتلك المهارات البحث العلمي أصبح لديه الثقة القوية في نفسه، ولديه الثقة العالية لأنه استطاع أن يحدد هذه المشاكل واستطاع أن يلاحظها واستطاع إيجاد حلول لها، وأيضا ساهم في تجويد الأداء والارتقاء بجودة التعليم. اللي يسأل عن البحث الإجرائي لابد يطبق العينة هنا عينة مقصودة، العينة التي يطبق عليها البحث الإجرائي عينة مقصودة، لأن هي التي وجد فيها المشكلة. يعني أي معلم مثلا معلم يدرس ثالث ثانوي ولديه مثلا 4-5 شعب ووجد هناك مشكلة في ضعف التفكير الإبداعي في الشعبة باء، إذا العينة هنا عينة مقصودة اللي هي الشعبة باء، يحاول أن يجد حل لتنمية التفكير الناقد في هذه الشعبة، بالتالي العينة هنا عينة مقصودة. يهدف إلى حل المشكلات وتحسين ممارسات التدريسية في داخل البيئات التعليمية، وأيضا كذلك التطوير المهني للمعلم من خلال مهارة التفكير والتأمل والملاحظة، وأيضا عملية العمل الجماعي إذا كان يعمل في فريق مع مجموعة من المعلمين، وأيضا يسعى للربط بين النظرية والتطبيق لاتخاذ قرارات حاسبة. الميزة الإيجابية للبحث الإجرائي أنه بحث تطبيقي، يعني بحث إجرائي يعني بحث تطبيقي، يجري البحث بشكل عملي لمشكلة حقيقية واجهها المعلم داخل قاعة التعلم والتعليم. اللي لديه مشاركات في الجزء هذا ممكن يطرحها. بالنسبة لمن يسأل عن شهادات حضور، لا يوجد شهادات حضور ولا مشاهد، هي باكورة سلسلة قدمتها الجمعية السعودية العلمية للمعلم بالتعاون مع منصة التزامن بالتعليم الإلكتروني كبداية للاستفادة العلمية، وبإذن الله في المرات القادمة إن شاء الله حيكون هناك تقديم دورات تدريبية من خلال التعاون مع الأخوة في منصة التزامن بمعهد التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، بالتالي هذه الندوة
للفائدة، وأيضا تبادل خبرات بين المدرب والمتدربين. بصفتي أنا معلم ممارس، وبالتالي هناك أكيد في تبادل خبرات معكم. هل البحث الإجرائي يشبه البحث الشبه التجريبي؟ بالنسبة للبحث الإجرائي والبحث الشبه التجريبي، هو بحث علمي قائم أو يساهم في الناحية النظرية في أدبيات البحث التربوي، بينما البحث الإجرائي بحث تطبيقي، وبالتالي هو عبارة عن بحث تجريبي، يعني لديك استراتيجية معينة وتجربها لمشكلة حقيقية. يعني هو تجريبي وإجرائي، يعني تجريبي أنك تطبق هذا البحث الإجرائي داخل القاعة، لكن يختلف عن البحوث الأخرى التي تقدم في طروحات الماجستير والدكتوراه، أن هذا البحث يقابل مشكلة واقعية حقيقية اكتشفها المعلم الممارس. المعلم الممارس هو الذي اكتشف هذه المشكلة، وهو من يحاول أن يضع خطة مناسبة لإيجاد الحلول لها. ننتقل إلى أنواع البحوث، الإجرائي. هل البحث الإجرائي لابد أن يكون عندي مجموعتين ضابطة تجريبية؟ لا، ليس شرطا، ليس شرطا أن يكون عندك مجموعتين ضابطة تجريبية، لأنك أنت لديك مشكلة لدى فئة معينة أو عينة مقصودة، وتستطيع أن تجد حل لهذه المشكلة. أن البحث الإجرائي لا يقارن هنا، لا يقارن بطريقة مع طريقة. يعد بحثا نوعيا لأنه اكتشف مشكلة وجد حلا لها، وبالتالي يعد بحثا نوعيا، لكنه لا يقوم على 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 إيجاد مجموعتين ضابط تجريبية. لا يسعى البحث لمقارنة بين طريقتين، إنما يسعى لإيجاد حلول لمشكلة واقعية. أيضا لازم يكون في جانب كمي، لكن يغلب عليه الجانب الوصفي أكثر. أنواع البحوث الإجرائية، هناك ثلاثة أنواع من البحوث الإجرائية. النوع الأول، معلم يقوم بالبحث بنفسه في غرفة صفه، يعني عندما يكتشف المعلم ويشعر هناك مشكلة معينة قد تكون إدارية مرتبطة مثلا بالسلوكيات، أو تعليمية مرتبطة بالتحصيل وبالتفكير وبالاتجاه وبتنمية المهارات خاصة في داخل المختبرات المدرسية، يستطيع أن يتأمل المعلم هذه المشكلة ويضع آليات وإجراءات يقوم بتنفيذها في صفه. الهدف منها هو التغيير والتطوير وإيجاد أو إمكانية إيجاد حل لهذه المشكلة. وبالنسبة للمعلم اللي يقوم بالبحث بنفسه، لابد أن يمتلك مهارات البحث العلمي. إذا لم يمتلك المهارات المعلم مهارات البحث العلمي، فلابد عليه أن يلجأ لمجموعة أخرى من المعلمين للمساهمة معه في إيجاد حل لهذه المشكلة. اللي تسأل عن وجدت مشكلة لأحد الفصول، أغلبية الطالبات يوجد عندهم قدرة تحديد تخصصهم في الجامعة، طبعا هذه المشكلة الأقدر والأجدر لحلها هو المرشد الطلابي، لكن المعلم قد يساهم مع ذلك من خلال التعاون مع المرشد بتحديد مقياس اتجاه، بناء مقياس اتجاه نحو التخصصات الجامعية، ويستطيع من خلال تحليل هذا المقياس بعد عرضه على الطلاب أن يحدد من خلاله التوجه أو التخصص الذي يرغبون فيه. ولكن هذه المشكلة الأجدر باتخاذ قرار فيها اللي هو المرشد الطلابي. إذن النوع الأول، المعلم يقوم بالبحث بنفسه. النوع الثاني، مجموعة متعاونة من المعلمين، ومثال ذلك هو بحث الدرس الموجود حاليا في مدارسنا. بحث الدرس قائم على مجموعة متعاونة من المعلمين، حيث يقوم أكثر معلم بإجراء البحث بطريقة تعاونية توزع الأدوار على المعلمين الباحثين تبعا لقدراتهم واهتماماتهم، والمشاركة في تناول كل باحث بحثا منفصلا، وتكوين هذه الأبحاث خيوط مشتركة. يعني لو مثلا في مشكلة في تنمية مثلا التفكير المنظومي أو التفكير الرياضي في الرياضيات، ممكن توضع خطة بين ثلاث معلمي رياضيات في المدرسة، وكل منهم ينفذ هذه الخطة
وفي النهاية يجمعون الخيوط المشتركة لما توصلت إليه هذه الخطة التدريسية، وكيف يستطيعوا من خلالها أن ينموا مهارات مثل التفكير الرياضي أو التفكير المنظومي في مقرر الرياضيات. معلم ومعلمون يعملون لحساب الآخرين، يعني مثلا بالتعاون مع أكاديميين في الجامعات وفي كليات التربية أو المراكز البحوث التربوية بتوفير الخطط والدعم والمشاركة وتوفير مثلا خطط أو الاستراتيجيات التي تم تنفيذها، ويقوم المعلم بعد تدريبي عليها بتنفيذ هذه الخطة مثلا اللي بناها مركز بحثي أو جهة أكاديمية أو أكاديمي في داخل كليات التربية، ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات، ويساعد المعلم على التأمل من خلال تقييم الزملاء في 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 عمله وإيجاد حلول للمشكلة. وبالتالي النوع الأول من هذه البحوث الإجرائية اللي إن المعلم يقوم بالبحث نفسه، لابد هنا أن يمتلك مهارات البحث العلمي أو مجموعة متعاونة من المعلمين، وهذه مثال لها لبحث الدرس الموجود، أو إنه مثلاً مركز بحوث أو جهة أكاديمية تتبنى خطة معينة لتنمية معرفة ومهارة معينة ويتم تنفيذها من خلال معلم ممارس. في تساؤلات في هذا الجزء؟ في تساؤلات في هذا الجزء قبل ننتقل الجلسة الثانية؟ اللي يسأل عن مهارات البحث الإجرائي جاي من ضمن الخطوات. الطالب لا يقوم ببحث إجرائي لكن مساهم في تنفيذ البحث الإجرائي، بس الطالب لا يستطيع أن ينفذ البحث الإجرائي لأنه هو المستهدف أصلاً للبحث الإجرائي. بالنسبة لتسجيل الندوة، هذه مع الأخوة في منصة التزامن، هم المسؤولون عن ذلك. إذن انتهينا من الجلسة الأولى وعرفنا من خلالها مفهوم البحث الإجرائي وأيضاً أهداف البحث الإجرائي وأنواع البحوث الإجرائي. بالنسبة للمسألة عن العرض في الفترة الحالية صعب عرضه، لأنه أيضا لا زال هناك لدينا ندوات أخرى وأيضا ستقدم على شكل دورات تدريبية. لا ممكن، لكن ممكن أي تساؤلات أنا جاهز. الجلسة الثانية فيها ثلاثة أهداف اللي هي خصائص البحث الإجرائي والمقارنة بين البحث الإجرائي والبحث العلمي وتحديد خطوات البحث الإجرائي. ما هي خصائص البحث الإجرائي؟ طبعاً لابد أن نعرف شيء أساسي. البحث الإجرائي كما ذكرت سابقاً هو بحث واقعي لمشكلة حقيقية واجهها المعلم الممارس، وبالتالي أي مشكلة في الميدان التربوي لا يستطيع اكتشافها إلا معلم ممارس، ولا يساهم في حلها بحل قوي جدا إلا معلم ممارس. فبالتالي لابد الآن على المعلمين والمعلمات أن يحضروا كل ندوة أو كل دورة فيها شيء يتعلق بالبحث العلمي حتى يكتسب مهارات البحث العلمي، ويطلع على البحث العلمي، يحضر مؤتمرات، يحضر ندوات في مؤتمرات تقام في كليات التربية تهتم بالبحث العلمي حتى يكتسب هذه المهارات التي يستطيع من خلالها تنفيذ البحث الإجرائي داخل قاعة التدريس. البحث الإجرائي يتميز بعدة خصائص تميزه عن غيره من المعلمين من البحوث الأخرى والتي يقوم بتنفيذها وتطبيقها الباحثين أو المعلمين الباحثين في الميدان التربوي. أول خاصية أنه دوري. ما معنى دوري؟ أنه يعني لا يكتفى بحل مشكلة واحدة، يعني مثلا معلم اكتشف مشكلة واحدة ويقف، لا، هناك كثير من المشاكل، بالتالي يستطيع أن يطبق هذا البحث، بالتالي
يتم على شكل دورة فيها الإجراء والتأمل، هذا من ناحية. وأيضا دوري لها مفهوم آخر، أن هناك خطوات تتم بشكل تسلسلي يستطيع من خلال تحديد المشكلة والتأمل فيها وإيجاد خطة لحلها، ثم تنفيذ هذه الخطة، ثم معرفة النتائج. إذن هي عملية تسلسلية قائمة على تنفيذ الخطة وفق خطوات محددة، اللي هي خطوات البحث الإجرائي. عملية التأمل، عملية التأمل والتفكر في البحث الإجرائي قائمة على أن لدى المعلم أو يكون لدى المعلم أو المعلم القدرة على التأمل من خلال الممارسة، وأيضا كذلك من خلال قدرته على تحديد المشكلة بدقة. إذا استطاع المعلم أن يحدد المشكلة بدقة من خلال الممارسة ومن خلال المعايشة داخل قاعة الصف، يستطيع من خلالها أن يضع الخطة المناسبة، وهي ما تسمى بالخاصية الثانية تأملي. يعني يركز الباحث على الإجراء على عملية التأمل المعلم الباحث فيما يقوم به من إجراء وما يتوصل إليه من نتائج، وبالتالي يهتم هذا النوع من البحوث من التأمل أكثر ما يهتم بالتحليل الإحصائي. يعني في البحوث العلمية عندما تطبق بحث في رسالة الماجستير والدكتوراه تحلل الدراسات السابقة وتستنتج منها المشكلات، وفي ضوءها تحاول أنك تجد إيش حلول، لكن لا، أنت تحددت المشكلة وتأملت وتفكر، يعني لديك القدرة في التأمل والتفكر في إيجاد خطة. يعني قد تكون مشكلة قائمة لدى معلمين، اللي يعني ضعف مثلا التحصيل في مستويات العليا من مستوى العلوم اللي مهارات التفكير العليا، لكن كل معلم قدر على التأمل في إيجاد خطة لحل لهذه المشكلة. بالتالي القدرة على التأمل وتنفيذ التأمل بشكل دقيق هي أولى خطوات تحديد حل المشكلة. بالنسبة للصوت، أنا أشوف الصوت واضح، يعني ما عندي مشكلة في الصوت، يعني الصوت إلى أعلى درجة. أيضا من ضمن الخصائص اللي هي مباشر. إيش معنى مباشر؟ أنها مشكلة واقعية واجهت المعلم في أثناء قيادة عملية داخل قاعة الصف، يعني ليست مشكلة خيالية وليست مشكلة استنتجت من أبحاث سابقة، إنما هي مشكلة واجهها المعلم. يعني معلم الأحياء أثناء تدريسه لمقرر الأحياء واجهت مشكلة أن الطلاب مثلا لديهم الضعف في التفكير البصري، يعني لا يستطيع مثلا يحدد المعلومة من خلال الصورة، ولا يستطيع أن يجيد علاقات بين الصور للوصول للفكرة. بالتالي هذه المشكلة واجهها المعلم الممارس، واجهها المعلم الممارس بشكل مباشر مع الطلاب. وبالتالي عندما واجه المعلم هذه المشكلة هو الأقدر والأجدر لحلها. فبالتالي حتى الممارسات الأخرى التي تأتي من خارج المدرسة بشكل تنظيري تساهم في الحل، لكن ليست كمساهمة معلم ممارس. وأيضا لابد أن نعرف أن المشاكل ليست ثابتة أو ليست واحدة في كل المدارس، هذه تكون مرتبطة بالفروق الفردية، بالوضع الاقتصادي، بالوضع المالي، بالبنية التحتية، بأداءات المعلم نفسه، لأن أساليب اللي اتخذها مثلا معلم الرياضيات ليست ثابتة في كل المدارس. أيضا من ضمن الخصائص أنه بحث مرن. ما معنى بحث مرن؟ أنه يتيح التعديلات في أثناء إيجاد خطة لزيادة التحصيل أو زيادة التفكير. قد تستطيع أنك تضيف إجراء جديد، يعني في مرونة، يعني هذه الخطة اللي توضع ليست خطة ثابتة. مثلا في بحث الدرس عندما ينفذ ممكن أنك تعدل في الخطة أثناء التنفيذ. هذه المرونة هي التي أعطت النتائج الواقعية لهذا البحث، أن هذه النتائج تكون مرتبطة بمشكلة واقعية وموجهة لعينة عندها المشكلة، يعني موجهة لعينة عندها المشكلة. وبالتالي هذا البحث يعمل أو يكون أيضا مستجيب للحاجات الطارئة. يعني مثلا أثناء تنفيذ الخطة لاستراتيجية معينة في قاعة معينة، ظهر المعلم من الأنشطة اللي يستخدمها أقل من قدرات الطلاب، يستطيع أن يعدلها
لأنشطة تناسب قدرات الطلاب، وأيضا أنشطة تناسب المتغير الذي تستطيع تدميته في الطلاب. فبالتالي هو مرن، مثلا أنا وضع المعلم نشاط معين في العلوم أو في اللغة الإنجليزية، وهذا النشاط كان أقل من قدرات الطلاب، يستطيع تعديله في حصة أخرى بما يتوافق مع قدرات الطلاب، لأن الهدف من هذا النشاط هو حل المشكلة وليس تنفيذ النشاط فقط. بالتالي يعد البحث الإجرائي بحثا مردا، أن المعلم الباحث يستطيع أن يعدل في إجراءات الخطة فيما يتوافق مع الوضع داخل قاعة الصف. أيضا من ضمن خصائص البحث الإجرائي أنه بحث كيفي، يعني لا يعتمد على الأرقام كثيرة. يعني مثلا أجريت اختبار تحصيلي للطلاب في مستويات المهارات العليا، أنت لا تقيس الطلاب على مدى تفاوت الدرجات، لكن تستطيع أنك تقيس من خلال وصفك لهذه الدرجات. مثلا هذه الدرجات كانت مرتفعة بعد أن أخذ الطالب الأنشطة من خلال مثلا الصف المقلوب، أو مثلا زادت حصيلة الطالب في مستوى التقويم من خلال مثلا مقاطع الفيديو التي كانت تعرض له. بالتالي هو قائم على اللغة أكثر مما يتعامل مع الأرقام، زي البحث العلمي. البحث العلمي الكمي قائم على الأرقام، وهذه الأرقام تستنتج ثم تفسر هذه الأرقام، وفي ضوءها تحكم على النتيجة. أنما في البحث الإجرائي اللغة الكيفية هي التي تكون أكثر تكراراً في مناقشة المعلمين، وهي أقرب للمشاركين ويساعدهم على المشاركة في البحث. استخدام اللغة يجعل عملية البحث في متناول المشاركين، يعني أني أصف الإجراء الذي قام به المعلم وصفاً كيفياً، الخطوات التي تم تنفيذها، نوعية الأنشطة، كيفية تنفيذ الأنشطة، الأثر الإيجابي للأنشطة. يعني لا يهدف البحث الإجرائي إلى أرقام، إنما يصف المشكلة في البداية وصفاً دقيقاً، يصف الخطة المتبعة ويحدد خطواتها بدقة، يصف الأنشطة، يصف النتائج التي حصل عليها وصفاً كيفياً. أيضاً من ضمن الخصائص البحث الإجرائي أنه تشاركي، يعني قد يقوم به المعلم بمفرده وقد يتشارك مع معلم آخر. وذكرنا مثال ذلك بحث الدرس وبحث التشاركي يقوم به مجموعة من المعلمين، حتى ويحددوا من خلاله المشكلة، وأيضا كذلك الإيجاد الخطة المناسبة وإيجاد الحلول. وبالتالي النتائج التي نحصل عليها في البحث الإجرائي لا نستطيع تعميمها. لماذا؟ لأنها كانت موجهة لمشكلة حقيقية لفئة معينة. وبالتالي أنا ذكرت في البداية أن العينة تكون عينة مقصودة، وهنا لا أستطيع أن أعمم النتيجة. المعلم سي من الناس حصل لديه مشكلة معينة وتوصل للنتيجة، لا يستطيع سي المعلم هذا أن يعمم ما توصل عليه مع معلم آخر أو مع عينة أخرى، لأن المشكلة هنا مختلفة والعينة مختلفة والواقع اللي تم فيه تطبيق أو البيئة اللي تم تطبيقها مختلفة تماماً. فبالتالي هو بحث تشاركي يقوم به مجموعة من المعلمين أو بالتعاون مثلاً مع جهات أخرى من أجل وضع حلول مناسبة وإيجاد التغيير والتطوير في مثلاً في أداء المعلم، في اكتساب المتعلمين للمعارف والمهارات. هل هناك تساؤل في خصائص البحث الإجرائي؟ هل هناك تساؤل حول خصائص البحث الإجرائي وبحث دوري، أنه يتم خلال دورة معينة من تحديد المشكلة والتأمل فيها ووضع الخطة لها، تنفيذ الخطة، الوصول للنتائج، التأمل قائم على قدرة المعلم على التفكر والتأمل في إيجاد حل هذه المشكلة، وبالتالي هذا التفكر والتأمل يختلف من معلم لمعلم، وهذا مرتبط بقدرات المعلمين. وهناك معروف أن هناك فروق فردية
بالنسبه لما نسال عن تحليل البيانات اللي هو من خلال مثلا برامج الاس بي اس اس، لا نحتاجها في البحث الاجرائي، لان اصلا هي تكون يعني نتائج محدوده قائمه على مشكله بسيطه جدا، ليس يعني مثلا فيها علاقات وليس فيها تباينات. قد نكتفي مثلا بالوصف او برسوم بيانيه. من يسأل عن بحث اجرائي، نعم بعد قليل ان شاء الله في بحث اجرائي. ما المقصود هنا بتوثيق البحث الاجرائي؟ تقصد النتائج؟ قد تعرض النتائج لكن يكتفى بوصفها افضل، يعني وصفها افضل، لانه اصلا هو بحث كيفي وبالتالي قائم على الجانب اللغوي اكثر، اللي هو وصف ما تم اتخاذه وكيف تم تحديد المشكله والاجراءات والنتائج. مقارنه بين البحث العلمي والبحث الاجرائي. طبعا البحوث العلميه المعروفة اللي تقام في أو تنفذ في من خلال رسائل الماجستير أو رسائل الدكتوراه أو في البحوث التي تنشر في المجلات التربوية، نعم يمكن نشر البحث الإجرائي. أنا اطلعت على كثير من البحوث الإجرائية تم نشرها، وأعتقد حتى أن جمعية جست لها جائزة في هذا الشأن في البحوث الإجرائية، وايضا نشرها في مجلتها الخاص. الفرق بين البحث الاجرائي والبحث العلمي، يهدف البحث الاجرائي لفهم وحل مشكله وليس الكشف العلمي والتعميم. يعني البحث الاجرائي كيف يتم قياس مخرجاته او نتائجه او اذا هو كيفي. في البحث الإجرائي أنا لدي مشكلة حقيقية، مشكلة واقعية أسعى لحلها، يعني كيف أعمم النتائج على مشكلة خاصة بعينة معينة وبيئة معينة، وبالتالي أنا أستطيع أن أصف هذه المشكلة، أصف الإجراء اللي قام به المعلم حتى حل هذه المشكلة، لكن لا أستطيع أني أعمم هذه النتيجة. يهدف البحث الإجرائي لفهم وحل المشكلة وليس الكشف العلمي والتعميم، يعني ليس الهدف من البحث الإجرائي أني أكتشف المشكلة وأعممها، لا، أني أعرف المشكلة وأجد حل لها، وبالتالي سمي بحثاً إجرائياً، يعني هو بحث تطبيقي، يعني أنا أكتشف المشكلة، أكتشف أكتشف المشكلة وأجد حلاً وأجد حلاً وأجد حلاً لها. يقوم به الممارسون، يعني اللي ينفذ هذا البحث هو الممارس، سواء كان معلم أو مشرف تربوي أو مرشد طلابي أو قائد المدرسة اللي قربهم من المشكلة وليس الأكاديميون. يعني اللي ينفذ هذا البحث إنسان ممارس، ليه؟ لأنه هو الأقدر على اكتشاف المشكلة والأقدر على حل هذه المشكلة. اللي يسأل كيف أكتشف أني حليت المشكلة، يظهر ذلك في 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 النتائج التي تحصل عليها. يعني احنا لا نهمل الارقام، هنا الارقام لا نهملها، لكن ليست الهدف الاساسي من البحث الاجرائي. يقوم البحث الاجرائي على مشكله عمليه واقعيه تحدد بدقه وليست مشكله افتراضيه. انا لا افترض مشكله في البحث الاجرائي، انا معلم اقوم بتدريسي خلال مثلا الفصل الدراسي الحالي هذا، اثناء تدريسي وجدت مشكله، قابلتني مشكله مثلا ضعف دافعية الطلاب نحو المقرر معين. اللي يسأل عن وقت البحث الإجرائي، نعم لازم يكون عندك وقت معين، له وقت معين تنفذ فيه الخطة، ومن خلالها تستطيع أنك تنفذ الإجراءات وبالتالي تصل إلى النتائج. يتخفف قليلاً وأحياناً من صرامة البحث العلمي، يعني ليست خطوات، ينفذ خطوات العلمي بدقة المعروفة من تحديد الحدود والإجراءات والدراسات السابقة. هي موجودة الدراسات السابقة يستعين بها، لكن ليست كما موجودة في البحث العلمي، حتى يعطي فرصة للمعلم الباحث أن يمارس هذا البحث لإيجاد حلول. يعني الهدف من البحث الإجرائي هو إيجاد حلول وليس تعميم نتائج. يعني لدي يعني البحث الإجرائي لابد أن نعرف البحث الإجرائي هو مرتبط بمشكلة يواجهها معلم ممارس،
ليست مشكلة اكتشفها شخص من خارج المدرسة وقال لابد أن نجد لها حل، لا، هذه المشكلة اكتشفها معلم ممارس، لأنه اكتشفها من خلال المعايشة اليومية مع أبنائه الطلاب داخل قاعة التعليم، قاعة التعليم والتعلم، أو من خلال ممارستي داخل مؤسسة التربوية في المدرسة. نعم، البحث إجراء له خطوات ثابتة ونستعرضها إن شاء الله بإذن الله. محدود، بحث إجرائي محدود. لماذا محدود؟ لأنه مرتبط بمشكلة واقعية، وبالتالي عندما يكون البحث الإجرائي محدوداً فلا نستطيع تعميم نتائجه على مجتمعات أخرى. ينتهي بإجراء عمل حل مشكلة، وغالباً يبدأ بسؤال كيف، يعني مثلاً كيف أستطيع أن أزيد مستوى التحصيل لدى الطلاب في مقرر اللغة الإنجليزية؟ كيف أستطيع أن أنمي مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب في اللغة العربية؟ كيف أستطيع أن ينمي مثلا التفكير الناقد في مقرر الرياضيات؟ وهكذا. إذا هو يبدأ بسؤال كيف، لماذا كيف؟ لأنه مرتبط بمشكلة، مشكلة واقعية أستطاع الممارس أن يكتشفها. بالنسبة للمقارنة بين البحث العلمي والبحث الإجرائي من ناحية المهارة، البحث العلمي يحتاج إلى مهارة عالية، وذلك اكتسبها من خلال دراستي في مرحلة الماجستير والدكتوراه حتى يستطيع باحث ممارس. في البحث الإجرائي المهارة تكون قليلة، أهم شيء يعرف يحدد المشكلة ويضع خطة ويجد حل لها. الهدف من البحث العلمي يعمم النتيجة في مشكلة موجودة، واستطاع أن يحدد خواط لها وتوصل من خلال خطوات والنتائج وتحليلها أن يعمم النتيجة. بالنسبة للبحث الإجرائي لا يستطيع عمم النتيجة التي وصل إليها، لأن الهدف منها هو تطوير الأداء داخل المؤسسة التربوية وتطوير أداء المتعلم والارتقاء بجودة المخرج في 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 هذه العينة التي تم إيجاد المشكلة. يعني مثلا أنا عندي مشكلة معينة في 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 صف من الصفوف، ووضعت خطة مناسبة بعد التأمل والتفكر، سواء كنت مفردا أو بمساعدة آخرين، أستطيع أن 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 أصل الحل هذه العينة نفسها، لأن المشكلة واجهت هذه العينة. لكن عندما حليت هذه المشكلة لا أستطيع أن أخذ الحل هذا وأطبقه على عينة أخرى، لأن قد تكون هذه المشكلة ليست موجودة عند العينة الأخرى، وأيضا الفروق والفردية تختلف تماما. فبالتالي أنا لا أعمم نتائج البحث الإجرائي، لأن البحث الإجرائي يسعى لحل مشكلة حقيقية اكتشفها الممارس. العينة في البحث العلمي قد تكون عشوائية، قد تكون مثلة، قد تكون قصدية. أما في البحث الإجرائي عينة مقصودة، اللي هي طلاب أو معلمو الطلاب اللي عندهم المشكلة، وقد تكون أصلا الدراسة قائمة على المعلمين في المدرسة، يقوم بها مثلا قائد المدرسة. مثلا في عندنا مشكلة لدى المعلمين اللي هو مثلا عدم الالتحاق بالدورات التدريبية للنمو المهني، هذه من أكثر المشاكل اللي واجهها قادة المدارس. هل يستطيع المعلم أو قائد المدرسة أو وكيل المدرسة أن ينفذ بحث إجرائي لمعرفة سبب عزوف مثلا المعلمين عن الالتحاق بالدورات للنمو المهني؟ تصميم البحث العلمي عملي وصارم ومدته طويلة. في البحث العلمي لابد أنك تصمم مواد البحث وأدوات البحث وتعمل على تحكيمها لدى محكمين، وتأخذ مثلا فترة طويلة، أحيانا تستمر إلى شهر، شهر نصف التطبيق. بالنسبة للبحث الإجرائي مرن، يستطيع المعلم أن يضع خطة مناسبة للمشكلة وأيضا مناسبة لقدرات العينة اللي أمامه، ويمكن ينفذ خلال أسبوع، خلال أسبوعين بالكثير، يعني في حصة حصتين مثلا، أربع حصص، ثمان حصص بالكثير، يعني مدة قصيرة جدا. يعني الهدف من ذلك إن كان عندي مشكلة وحاولت بقدر المستطاع إني أحل هذه المشكلة من خلال ما اكتسبه من أو ما لدي من مهارات ومعرفة. الطريقة استنتاجية من النظرية الفرضية للتحقق. أما في البحث الإجرائي فاستقرائية، تشمل ملاحظة والتفسير والتجريب، وهذا اللي سأل عن الجانب الكمي في البحث الإجرائي. وأستطيع أن أصل للنتائج من خلال استقراء المعلم وملاحظة أثناء تطبيق التجربة والتفسير والتجريب. مثلاً أنه لما استخدم مثلاً مقاطع فيديو مثلاً في تنمية مثلاً مفهوم التراكيب الخلوية، ومثلا مفهوم النمو النباتات، او مثلا في مثلا في اللغة الإنجليزية في الترجمة، يستطيع انه يفسر مردود الإيجابي على الطالب من خلال ما لاحظه من خلال التجربة
التي تنفذ. وبالتالي هنا يصف النتائج التي توصل إليها. تحليل البيانات طبعا في البحث العلمي تحليل إحصائي من خلال برامج مثلا زي برامج الإحصاء SPS لمعرفة الفروق للدلالات الإحصائية. أما في البحث الإجرائي التركيز على الوصف، أنه يصف النتائج التي توصل إليها. بالنسبة للأهمية في البحث العلمي، أهمية نظرية لأنها تساهم في نمو الأدبيات البحث التربوي وأيضا نمو النظرية المعرفية. أما بالنسبة في البحث الإجرائي هي أهمية عملية واقعية، أن هناك مشكلة واجهت هذا الممارس واستطاع الممارس أن يتأمل في هذه المشكلة ويضع لها خطة أو خطة مرنة، نفذ هذه الخطة المرنة وجد نتائج إيجابية يصف هذه النتائج. هل هناك أي تساؤل في المقارنة بين البحث العلمي والبحث الإجرائي قبل الانتقال إلى الخطوات؟ اللي ذكر انه يمكن يقوم به بدون خطوات، لا، الافضل انك تضع خطه حتى انك تستطيع ان ترجع لهذه الخطه اذا واجهتك مشكله جديده. واستطيع ان واذا وضعت خطه لا تكون بدون تكون خطه مرنه تقدر تعدل فيها بما يتناسب مع الفروق الفرديه للمتعلمين مع الامكانات المتاحه. الممارس البحث العلمي يميز الفروقات بينهما. طبعا اللي حصل على مثلا مرأة درجة الماجستير والدكتوراه يستطيع أن يفرق بين هذه الخطوات وهذه الخطوات. هل الخطة تكون يعني مثلا ذات زمن؟ نعم، يحدد الخطة مثلا أني أحل المشكلة هذه خلال مثلا حصص معينة، 4 حصص، 10 حصص، 8 حصص، حسب ما يتفق مع المشكلة وأهميتها وايضا كذلك مع الامكانات المتاحه داخل المدرسه. تحديد خطوات البحث الاجرائي. الى حد كبير خطوات البحث الاجرائي تشبه الى حد كبير خطوات البحث العلمي مع اختلافات بسيطه. اولا تحديد المشكله. طبعا المشكله هنا تختلف عن المشكلة في البحث العلمي. المشكلة العلمية هنا مشكلة واقعية يكتشفها الممارس، تعرض لها الطلاب أو المعلمين أو الإدائيين من خلال الممارسة اليومية داخل قاعات التعلم أو داخل المدرسة. وبالتالي يستطيع المعلم أن يصيغ هذه المشكلة بشكل بسيط وواضح حتى يستطيع إيجاد حلها. يعني ما في تعقيد في صياغة المشكلة. يعني مثلا كيف أستطيع مثلا أزيد من مستويات او مهارات التفكير العليا في مستويات التحصيل، يعني باسلوب بسيط ويناسب القدرات المتعلمين وايضا يناسب حتى البيئه الامكانات المتاحه. يعني لا يحاول انه يعني يضع حلول او يضع اسئله لمشكله يصعب تحقيقها داخل المدرسه، وبالتالي لا يستطيع الباحث ان يصف المشكله الا بعد يتاملها ويتفكر فيها ويناقشها مع فريق اخر او يستشير مثلا شخص متخصص او قد يستشير شخص اكاديمي في هذه المشكله. وبالتالي يطرح تساؤلات، ليش ابحث في هذه المشكله؟ ايش هدفي من هذه المشكله؟ هل مثلا ارغب من هذه المشكله ارتقاء بجوده التعليم؟ هل ارغب من هذا ان انمي قدراتي او اكتشف العديد من المشاكل؟ ايضا يتوقع عندما أضع هذا الحل ماذا سأحصل عليه؟ عندما أضع هذه الخطة ماذا سأحصل عليه؟ لماذا حل؟ ما أهمية حل المشكلة؟ وأيضا ما الأهمية من إيجاد حلول في الميدان التربوي؟ طبعا المعلم الممارس يعرف ذلك، أن تحديد المشكلة من خلال الممارسة الهدف منها الارتقاء بجودة التعليم، الارتقاء بجودة المخرج، محاولة القضاء على العديد من المشاكل التي تعيق العمل التربوي. الإطار النظري والدراسات السابقة اللي هي الخلفية المعرفية والأدبيات التربوية. يعني مثلا عندنا المشكلة مثلا في أي نوع مثلا في مهارات التفكير أو أنواع التفكير يلجأ إلى الأدبيات التي كتبت في هذا الإطار، ويرجع يقرأ فيه ويتأمل في الكتب وفي المجلات والبحوث عن هذا مثلا نوع من التفكير أو من خلال شبكة الإنترنت أو الاستشارة.
الدراسات السابقة ليست كما في البحث العلمي أنها تحدد الدراسة السابقة وإجراءاتها وعينتها ونتائجها وما كان تطبيق. لا، الهدف من الدراسات السابقة أن يعرف ماذا توصلت إليه، يعني يعرف النتائج التي توصلت إليها ويمكنها تساهم معه في حل هذه المشكلة. يعني هنا البحث الإجرائي أقل صرامة من البحث العلمي. صياغة الفرضيات والتساؤلات، يضع تساؤلات بسيطة وفرضيات معينة، يعني مثلا لو استخدم مثلا الصف المقلوب قد ينمي التفكير، لو استخدمنا مثلا التعلم المتمركز على المشكلة قد ينمي التحصيل او يزيد من التحصيل، وبالتالي انك تعيد صياغة السؤال بما يتناسب مع الدراسات السابقة ومع الإطار النظري الذي اطلع عليه المعلم، وايضا قبل ذلك مع المهارات التي يمتلكها المعلم، خاصة كان حضر العديد من الدورات في مجال البحث العلمي. طيب، تصميم خطة البحث وإجراءاته، كيف أصمم خطة البحث وإجراءاته؟ أولاً لابد توضح الأهداف، يعني الهدف من المشكلة، إيش الهدف من المشكلة؟ أو لماذا أقوم بإجراء هذا البحث الإجرائي لهذه أو لهذه الشعبة أو لهذا الفصل؟ ضبط الإمكانات اللي هي توفير الإمكانات الموجودة، خاصة كان في المعامل أو في الأنشطة أو في مصادر التعلم. أحدد منهجية الدراسة وفقا للسؤال البحثي، منهج سأتبع أي منهجية، يعني مثلا أحدد استراتيجية معينة أحددها، هل يتم مثلا حل هذه المشكلة في بشكل تعاوني أو مثلا بشكل فردي أو من خلال مثلا الأقران والطلاب وهكذا. أحدد الوسائل أدوات البحث، أدوات البحث مثلاً يصمم اختباراً قبلياً سواء كان في التحصيل أو في التفكير في أي نوع من أنواع التفكير، وطبق هذا الاختبار القبلي على العينة المقصودة. بعد ما طبق وشوف النتائج أحدد الاستراتيجية المناسبة للتنفيذ، ومن ذلك أعيد تطبيق مثلاً الاختبار مرة أخرى بعدياً، وأستطيع من خلال المقارنة أن أصف ما تم الوصول إليه. تنفيذ خطة البحث والقيام بالإجراءات، لابد من وضع تدابير أولية وإجراءات وحلول. على سبيل المثال إشراك الطلاب وأولياء الأمور في المناقشة والنشاط المدرسي كمثال، مثلا التعزيز، برامج الدعم، التقوية، المراجعات، حصص الاستذكار الموجه، مثلا استعين بالإرشاد النفسي للطلاب، أقدم برامج، طبعا هذه أمثلة للمشاكل اللي موجودة داخل المدارس، برامج التوجيه المهني مثلا إذا احتجت أن أقدم ورش عمل، مثلا احتجت أن يستعين مثلا بمحضر المختبر في تقديم تجربة وتنفيذ تجربة، ممكن إعادة ترتيب غرفة الصف، توزيع الطلاب، توظيف التعلم التعاوني، مثلا استخدم عملية الدمج مع التقنية، توظيف الأنشطة، استخدم طرق واستراتيجيات مناسبه للمواقف التعليميه. هذه كلها ترتبط بنوع المشكله، اذا كانت نوع المشكله مرتبطه بالتحصيل ولا التحصيل المعرفي وزاد التحصيل، ارجع الى استخدام طرق واستراتيجيات جديده. اذا مثلا مرتبطه مثلا بالدافعيه نحو الماده، ممكن اغير في ترتيب الصف وعيد توزيع الطلاب، اقدم ممارسات جديده داخل قاعه التعليم، تحليل البيانات وجمعها. ايضا انا ذكرت في البدايه انه هو وصفي، لكن لا نستغني عن الارقام التي نحصل عليها، لكن مع ذلك يفضل استخدام الملاحظه المباشره اثناء التنفيذ. ايضا كما ذكر بعض الاخوان التحفيز، الوضع مثلا مقابله، مثلا استبيان لقياس مثلا مستوى معين، مقياس اتجاه نحو الدافعيه أو نحو الوعي مثلاً باستخدام الوعي مثلاً في بين الطلاب اللي مثلاً قضى على ظاهرة التنمر. كثير من أدوات البحث التي تستخدمها وتحديدها حسب طبيعة المشكلة. إذا كانت طبيعة المشكلة مرتبطة بجانب المحتوى المعرفي، إذا عندي اختبارات التحصيل والتفكير. إذا كانت مرتبطة بجوانب أخرى، مشاكل أخرى، مثلاً رأي مثل المعلم، رأي الطلاب حول أو اتجاه الطلاب نحو المعلم، من أعمل استبيان عن أداء المعلم. مثلا في الأداء داخل المختبر استخدم بطاقة ملاحظة،
اذا مثلا في عند مشكله لدى مثلا مرشد الطلابي حول مثلا السلوكيات الممارسه ممكن اعمل مقابله وملاحظه مباشره. اذا ادوات البحث مرتبطه بطبيعه المشكله، استخلاص النتائج بعد مثلا تنفيذ التجربه التي تم استخدامها، استطيع ان استخلص النتائج ومناقشتها من جوانب من جميع جوانبها، سواء كان بشكل فردي من قبل المعلم او ممكن استعانه بالفريق اللي نفذ هذه التجربه، استخلاص النتائج ووصفها، ثم بعد ذلك اصدر حكم مثلا بعد ان استخدمت مثلا الاستراتيجيه الفلانيه واستخدمت شبكه مثلا التواصل الاجتماعي ادى ذلك الى زياده مستوى التحصيل لدى الطلاب، او مثلا ادى ذلك الى ان تنميت مهارات التفكير النقدي. اذا اصف هذا الشيء وصفا كيفيا أن هذه الخطة التي استخدمتها كان لها الأثر الإيجابي الكبير في تنمية مثلا هذا المتغير الذي أستطيع أن نجد حلا له، وأيضا كذلك تحديد التدابير الكافية لحل المشكلة. وأيضا إذا كان الفريق إذا كان فريق استخدم هذه الاستراتيجية يحكم مدى مناسبة هذه الاستراتيجية وممكن يستخدمها مرة ثانية لتنمية متغير آخر، أو ممكن يعدل في هذه الخطة لتنمية متغير آخر. طبعاً هذه الصورة لخطوات البحث الإجرائي، التعرف على المشكلة، وذكرنا هذه المشكلة يستطيع تحديدها المعلم المارس، يعني مشكلة واجهها حقيقية أثناء قيامه بالأداء. بعد ذلك أتخيل حل ممكن من خلال التفكر، أو أضع عدة حلول، يعني مثلاً أحدد أن يستخدم الاستراتيجية الفلانية، أستخدم النموذج الفلاني، وأحلل هذا النموذج، أعرضه على أكثر من شخص، ثم أضع خطة في ضوءه، أبدأ أطبق هذه الاستراتيجية لأجل الحل، ثم أقيم الحل. وممكن من خلال بعد تقييم الحل أن يعدل الممارسة، ممكن هذه الاستراتيجية التي استخدمتها ما حققت النتائج التي أرجو لها، التي كنت أطمح لها، أو ما حلت المشكلة بشكل جذري، يعني هذه الاستراتيجية التي استخدمتها ما نمت التفكير، أي نوع من التفكير الإبداعي مثلاً، ولا المنظومي، ولا البصري، ولا التأملي، ولا الناقد. أعدل الممارسة مرة أخرى، ثم أشوف مشكلة جديدة وأطبق عليها الحل. في عندي نموذج هنا تطبيق لبحث إجرائي، حاولت أني أضع في ضوء الخطوات الأخرى. المشكلة مثلاً تدني مستوى الطلاب في مهارات التفكير الناقد، يواجه المعلم فلان من الناس، معلم مقرر أحياء بالصف الثالث ثانوي، مشكلة تدني مستوى الطلاب في مهارات التفكير الناقد، وذلك من خلال ما لاحظوا أثناء الممارسة أو أثناء التدريس في قاعة التعلم. لديهم مثلا ضعف في تعرف الأخطاء المنطقية أو الاستنتاج أو التفسير أو إيجاد بدائل حل مشكلة أو تقن، هذه مهارات التفكير الناقد. يعني بالرغم من مقرر الأحياء يسعى لتنمية مهارات التفكير الناقد، خاصة المقررات الجديدة وبنيته المعرفية التي صممت في ضوء النظرية المعرفية والبنائية، احتوائي على محتوى معرفي مميز فيه العديد من الأنشطة في عدة مسائل بالتقييم المتنوعة، تساعد هذه وهذا المحتوى على تنمية مهارات التفكير الناقد. إلا أن المعلم لاحظ أن هناك ضعف لدى الطلاب في هذه المهارات. إذا كانت المشكلة عندي المشكلة هي تدني مستوى الطلاب في مهارات التفكير الناقد، كيف أستطيع أن أنمي، عندما أصيغ السؤال، كيف أستطيع أن أنمي مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب؟ والعينة عندي هنا عينة مقصودة في شعبة معينة. إذا استطعنا نحدد المشكلة، تحديد المشكلة من خلال الممارسة ومن خلال الواقع اللي هي كانت لدى الطلاب في تدني مستوى الطلاب في مهارات التفكير الناقد، تبدأ تأملات الباحث. طب من خلال أن المعلم الباحث لديه خبرة وايضا يعني لديه مهارات البحث العلمي من خلال دراسته العليا، ولديه الخلفيه المعرفيه عن التفكير الناقد، طبعا هو عمليه عقليه يمارسها المتعلم، وتظهر في قدره المتعلم على انه يحدد الاخطاء المنطقيه، يستنتج، يفسر، يجد حل لمشكله، يقوم الحجه. وبالتالي عدم قدره الطالب على تحقيق هذه المهارات يعد خللا في سير العملية التعليمية، وبالتالي ضعفا في جودة المخرج. وبالتالي مثلا أن لم تنفع الأنشطة الممارسة وأوراق العمل المصاحبة للدروس اليومية، يعني مثلا كانت الأنشطة التي قدمت وأوراق العمل المصاحبة لم تنمي هذه من ضمن تأملات الباحث، أن أوراق العمل التي قدمت ما نمت التفكير الناقد.
أيضا الاستراتيجية مثلا المستخدمة تحتاج إلى تغيير، يعني يستخدم استراتيجية أخرى. ما هي الأسباب وراء تدني ذلك؟ يعني بحاجة على المعلم أن يعرف يعني إيش السبب أن المعلم لم يستطع أن ينمي مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب. طبعا ذلك يعود للفروق الفردية، اختلاف القدرات. لابد أن يضع المعلم استراتيجية وأنشطة تناسب هذه القدرات حتى يحقق نتائج مميزة، وعليه أن يعود إلى الدراسات السابقة ويطلع عليها حتى يبني في ضوءها خطة مناسبة لتنمية مهارات التفكير الناقد. ثم بعد ذلك تحدد السؤال أو تحدد الإجراءات الأولية، يعني تضع حلول مبدئية. ممكن يستخدم الاستراتيجية الفلانية، مثلا دورة التعلم، أستخدم نموذج ويتلي، أستخدم مثلا خرائط المفاهيم، خرائط الذهنية، أستخدم مدخل منظومي. ما هو سؤال البحث اللي تسأل عنه لطرح سؤال البحث؟ تقصد السؤال اللي يطرح؟ يبدأ بكيف؟ كيف ننمي مهارات التفكير الناقد لدى طلاب الثالث ثانوي نظام مقررات؟ كيف نستطيع وكيف نرفع من مستوى تحصيل الطلاب في مهارات البحث، مهارات التفكير الناقد؟ طبعا بعد التأمل اللي قام به المعلم من خلال العودة للأدبيات، ومن خلال العودة للدراسات السابقة، ومن خلال العودة للإجراءات اللي كانت تبعها في الحصص السابقة. نعم ممكن يبدأ ما أيضا. نعم الاستطلاع ومراجعة الأدبيات، مراجعة الدراسات السابقة. مثلا حصلت مثلا على دراسات عند العنبر وعند الشبري والعمري والحراعة الشعبي أنه هذه الدراسات تقول أنه لابد من تنمية مهارات التفكير الناقد لدى المتعلمين، وهي مهارات مهمة على المعلم أن يسعى لتنميتها في مقرراته التي يقوم بتدريسها. التأملات التي قام بها الباحث من خلال ما قام به المعلم الباحث ومراجعة ومناقشة الدراسات السابقة بموضوع البحث وتأملها، وجد أن هناك أهمية لتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب في مقرر الأحياء. ثم بدأ المعلم الباحث بطرح العديد من التساؤلات لكيفية تنمية مهارات البحث العلمي. خطوات كتابة البحث الإجرائي، نحن الآن في الخطوات اللي اسمها خطوات إلى حد كبير تشبه البحث العلمي، لكن تقل في الصرامة، وما يميزها أنها قائمة على مشكلة واقعية وتكون بسيطة ومرنة، بسيطة ومرنة، ليست فيها صرامة. الخطوات البحث العلمي إنه تحديد المشكلة، هذه أول خطوة في البحث العلمي، أنك تحدد المشكلة. وأنا عرضت هذه الصورة أو هذا المنظم المخطط التنظيمي، التعرف على المشكلة، وهذه المشكلة تعرف عليها إلى حد كبير تشبه إجراءات البحث العلمي لكنها أقل صرامة في التنفيذ. بالضبط، يعني بحث علمي مصغر يناسب المشكلة، يناسب المشكلة الحقيقية. لا أستطيع أن أعمم، لأن هذه المشكلة خاصة بهذه الفئة أو بهذه العينة المقصودة. لا أستطيع أن المعلم الفلاني لديه مشكلة مثلاً في مثلاً اتجاه المعلم نحو مقرر رياضيات، اتجاه الطالب نحو مقرر رياضيات، يعني ما لديهم دافعية أنهم يتعلموا الرياضيات هذا المتعلم. أعمل مقياس اتجاه وأستطيع أن أحدد أجد الحل، وبالتالي عندما وجدت الحل لهذه المشكلة لا أستطيع أن أعممها على مكان آخر، إذن هي خاصة بفئة معينة وبمكان معين وبيئة معينة. نعم لا نستطيع أن نحددها لأنها واقعية ليست افتراضية كما في البحوث النظرية. تأملات الباحث، بعد أن بدأ الباحث بطرح العديد من التساؤلات لتنمية مهارات البحث العلمي في مقرر الأحياء مثلاً، وذلك من خلال معرفتي بقدرات الطلاب، لأن هو المعلم الوحيد هو الذي يعرف الفروق الفردية ويعرف قدرات الطلاب وما يناسبه من حلول لهذه المشكلة، والإمكانات لتنفيذ البحث الإجرائي متوفرة لتعطي النتائج. التأملات
هذه الامكانات، مثلا توفر مختبر مدرسي، توفر ادوات، توفر مثلا محضر مختبر مساند لك في 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 هذه في هذه الاشكاليه. مثلا وجد الباحث من خلال اطلاع الدراسات السابقه ان نموذج ويتلي اللي هو التعلم المتمركز حول المشكله مناسب مثلا لتنفيذ هذا البحث الاجرائي. طبعا الباحث وضع الفرضيات للبحث او التساؤلات. طبعا انا وضعت بحث هنا اللي هو البحث الاحصائي، مقاييس اتجاه. مقاييس اتجاه هو انك تقيس اتجاه الطالب نحو مشكله معينه، يعني تضع تبني مقياس اتجاه، مثلا مقياس اتجاه نحو مقرر الاحياء، ثم ابدا بوضع عبارات المقاييس واضع لها مقياس ثلاثي لا يختلف عن الاستبيان. الاستبيان اللي هو راي او رضا، لكن مقياس اتجاه يختلف تماما. انا وضعت هنا الفرض هذا، طبعا بحكم اني انا متخصص في المناهج والتدريس، يوجد فروق داله احصائيا بين متوسط الدرجات. طبعا هذا الفرض انا وضعته متعمدا، هذا الفرض يوجد في البحوث العلميه، يوجد في البحوث العلميه انك تضع الفروض الاحصائيه وطلاب المجموعه الضابطه في التطبيق البعدي. وطبعا انا ذكرت كتبت متعمدا هنا لان البحث الاجرائي لا يقوم على المقارنه بين عينتين، وبالتالي هذا الفرض لا نكتبه في البحث الاجرائي، هذا يكتب في البحوث الاحصائيه، لان البحث الاجرائي قائم على مشكله معينه ولا اقارنه بمجموعه اخرى. بالتالي عندما نكتب هذه الفروض تكتب في البحوث الإحصائية. والبحوث الإجرائية قائمة على الفرضيات، يعني أنك تضع فرضيات معينة، أفترض مثلا أن هذه الاستراتيجية سوف تحل المشكلة القائمة، ثم أضع أو أن أكتفي بعض الدراسات في البحوث الإجرائية تقول أكتفي بالسؤال الرئيسي ولا أضع فرضيات. يعني مثلا فعالية تدريس الأحياء باستخدام نموذج ويتلي على تنمية مهارات التفكير الناقد في الأحياء لدى طلاب الصف الثاني، إذن هذا السؤال الرئيسي للمشكلة اللي هو قائم على كيف أنمي التفكير الناقد. لماذا قلت أنا فعالية هنا؟ لأني سأستخدم متغير مستقل، استخدمت متغير مستقل. اللي سأل عن المتغيرات، نعم إذا كنت تستخدم في إذا كان مرتبط بالمحتوى المعرفي وتستخدم الاستراتيجية فعندك متغير مستقل ستنفذه. بالنسبة للمتغير التابع هو المشكلة التي اكتشفتها، المتغير التابع هو المشكلة التي اكتشفتها اللي هو مثلا ضعف الطلاب في التفكير الناقد، وأنا أسعى من هذا من خلال هذه الاستراتيجية أن أنمي التغير أو المتغير التابع اللي هو التفكير الناقد. لكن أنا تعمدت وضع هذا الفرض هنا حتى أبين للمتدربين أني ما أستخدم هذا الفرض في البحث الإجرائي، أستخدم يكتفي باستخدام السؤال الرئيس اللي هو استخدام المتغير المستقل في تنمية المشكلة. المشكلة طبعا يعني في شكل متغير تابع، كانت عندي المشكلة أن الطلاب لديهم ضعف في مهارات التفكير الناقد، فلابد أن يستخدم متغير مستقل حتى أنمي التفكير الناقد. وبالتالي لابد هنا في هذه الحالة أن يعمل اختبار قبلي، أعمل اختبار قبلي في مهارات التفكير الناقد وأطبقه على الطلاب، ثم بعد ذلك استخدم هذا النموذج مثلا خلال مثلا 4 حصص 5 حصص 10 حصص بالكثير، ثم أطبق الاختبار البعدي ثم أرى النتيجة التي توصلت عليها وأصفها وصفا دقيقا لإيجاد هذه المشكلة. نعم اختبر الفرض لعينة واحدة، نعم عينة مقصودة لأن عندي قائمة على مشكلة واقعية. وضع الفرضيات، نعم ممكن تستخدم فرضيات، ممكن تستخدم أسئلة. طيب لو كانت المشكلة عدم الدافعية ما الإجراء المتبع؟ الدافعية نحو ماذا؟ الدافعية نحو تعلم العلوم أو تعليم العلوم. نعمل مقياس اتجاه، نعمل مقياس اتجاه نحو تعلم العلوم. طيب تصميم خطة البحث، قام الباحث بتحليل المحتوى، حلل المحتوى اللي حدده،
كان مثلا تركيب النبات وظائفه، حل المحتوى في ضوء البنية المعرفية اللي هي التي تشتمل على الحقائق العلمية، المفاهيم العلمية والتعليمات العلمية. بعد أن حلل البنية المعرفية لفصل التركيب النبات وظائفه وأجزائه، صمم دليل بسيط كذا اللي هي الخطة، وصمم دليل أنشطة بسيط اللي هي الأنشطة التي سوف ينفذها. طبعاً هي في شكلها إنها بحث علمي، لكن تصمم بشكل مرن، تصمم دليل معلم بسيط يحتوي على الأهداف ويحتوي على الخطة اللي تم تنفيذها، وأيضاً الأنشطة اللي تنفذ في كل حصة، وتصميم دليل الأنشطة المتعلمة لأوراق العمل، إنه يصمم أوراق عمل متناسبة مع نموذج ويتلي. طبعاً أدوات البحث اللي كانت موجودة عندي اللي هي مهارات التفكير الناقد في فصل تركيب النبات وظائف أجزائه، ثم بعد ذلك يعمل على تطبيق هذه الخطة على أو التجربة على الشعبة المستهدفة اللي فيها المشكلة. لو كانت المشكلة ضعف المهارات الأساسية مادة الرياضيات، من الحلول التي أمارسها لحل المشكلة؟ أي مهارات أساسية تقصد يا طرح السؤال؟ أي مهارات أساسية؟ إذا أنها مرتبطة بالتحصيل، العمليات الحسابية مرتبطة بالتحصيل. ممكن تضع تستخدم استراتيجية معينة للتدريس، هذه الاستراتيجية مثلا خاصة في المرحلة الابتدائية التأسيس، استخدم استراتيجية مرتبطة بالجانب الحسي، ليس المجرد استراتيجية تنمي الجانب الحسي. نعم، استخدم استراتيجية مناسبة. الاستراتيجيات التدريسية كثيرة، اطلع على الدراسات السابقة في هذا المجال وشوف، حدد استراتيجية مناسبة وصمم في ضوءها فيها خطة. في المرحلة الثانوية حتى لو استخدمت الاستراتيجية، لكن تغير الخطة هنا بما يناسب القدرات. يعني لما تأتي تبني خطة للمرحلة الابتدائية تختلف تماماً خطة لمرحلة متوسطة ثانوية، لأن هذه مرتبطة بالقدرات. مرحلة الابتدائية نلجأ دائماً إلى الجانب الحسي. تحليل المفهوم، المفهوم معروف، يعني المفهوم العلمي معروف، مجموعة من الحقائق تربطها علاقات، وبالتالي المفهوم العلمي له جانبين، دلالة اسمية ودلالة لفظية تستطيع أن تستخرجها من المحتوى. والمحتويات الآن موجودة، حتى المؤشر عليها بمؤشر أصفر في الكتب اللي هي المفاهيم العلمية. وأي مفهوم علمي له دلالتين، دلالة اسمية اللي هو اسم المفهوم، ودلالة لفظية اللي هو التعريف المفهوم. بالنسبة اللي يسأل عن كيف نعمل خطة، الخطة تشمل تحليل المحتوى اللي هي البنية المعرفية، تحديد الأهداف الإجرائية، وهذه الأهداف الإجرائية لابد أن ترتبط بالمشكلة التي لديك، ثم تضع الأنشطة وتحدد خطوات الاستراتيجية للتنفيذ. الجانب المتوسط الثانوي فيه حسي، لكن والتجريد أعلى، وفي المرحلة الثانوية التجريد أعلى. لو لاحظت اللي يسأل على المرحلة الابتدائية في الرياضيات، الجانب التجريدي أعلى في المرحلة الثانوية، المجرد اللي قائم على العمليات العقلية. تنفيذ البحث بعد ما طبقنا الاختبار التفكير الناقد كاختبارا قبليا، ثم ننفذ التجربة وننفذ الأنشطة المصاحبة للنموذج مع توفر الإمكانات. قد تستخدم هذه التجربة 5 حصص 10 حصص على حسب المشكلة التي تم تحديدها والخطة التي تم تحديدها. بعد ذلك نعيد تطبيق اختبار التفكير الناقد بعد التجربة على الشعبة المستهدفة أو المستهدفة. تم تصحيح الاختبار القبلي والبعدي وجمع ورصد والتحليل، التحليل الإحصائي البسيط اللي في شكل جداول وفي شكل رسوم بيانية، ممكن التحليل من قبل المعلم، يعني لا يلجأ إلى برامج الـ SPS، لأن طبعاً خطة بسيطة لحل مشكلة بسيطة، يعني مشكلة واجهت المعلم ووضع لها خطة بسيطة لحلها، تختلف تماماً عن
البحث العلمي ان نلجا الى برامج الاحصاء الاس بي اس وتحليلها وايجاد العلاقات داخل هذه المشكله. نعم، الاختبار القبلي هو نفسه البعدي، نفس الاختبار تطبقه قبل تنفيذ التجربه ثم تنفذ التجربه وتعيد تطبيقه مره اخرى، ثم بعد ذلك نستنتج حل المشكله بعد التفكر في النتائج والتامل ومناقشتها من جميع الجوانب. ينتهي المعلم الباحث الى استخلاص حكم نهائي من خلال النتيجه توصل اليها بعد استخدام التجربه لحل المشكله، ان مثلا هذه الاستراتيجيه استطاعت ان تنمي مهارات التفكير الناقد، ويذكر الادله التي توصل اليها والاستنتاجات تصفها وصفا دقيقا من خلال ما تم تنفيذه. عدد الصفحات الخطه ليس لها عدد محدد، يعني هي تعود الى الاهداف المستخدمه وتعود الى المشكله المطروحه، يعني ما هناك عدد محدد لعدد الصفحات في البحث الاجرائي. اي تساؤل في هذا الجزء؟ لأنكم كذا يعني خلصنا اليوم الأول والجلستين. نعم، البحث الإجرائي يكتب كالتقرير، نعم البحث الإجرائي يكتب كتقرير، لكن ما يميز أنه قائم على مشكلة واقعية، طبعا أنا كنت انتهيت من اليوم الأول، الجلستين الأولى والثانية، وباقي إن شاء الله عندنا اليوم الثاني غدا إن شاء الله في نفس الموعد. اي تساؤلات في فيما تم طرحه؟ بالنسبه للاختبارات والمقاييس محكمه، ممكن تحكمها من زملاء متخصصين، ممكن تعرضها على مجموعه من المعلمين في المدرسه المتخصصين للتعديل والاضافه، ليس شرط انك تعرضها على 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 شخص اكاديمي او انك تعمل له تحكيم كما في البحوث العلميه. لا تستخدم فيها برامج الاحصائيه، ممكن المعلم يحللها تحليلا من خلال الدرجات والرسوم البيانيه. تفسير النتائج هنا وصف. تصف النتائج التي توصلت عليها، بالتالي هو قائم على البحث الكيفي اكثر منه الكمي. لا، ما هو كل يوم خطه، انت تعمل خطه تحدد مثلا الوحده اللي بتنفذها وتعمل لها خطه تحدد فيها الاهداف والاجراءات المتبعه. نعم، اذا كان مجموعه تجريبيه ومجموعه ضابطه معناته دخل في البحث العلمي. التوثيق تقصد المراجع؟ ممكن تضاف المراجع اذا كنت تبغى تقدم هذا البحث للنشر. لابد يكون في مراجع، واكيد انك مراجع من خلال الاطلاع على الادبيات التربويه لاطار النظري والدراسات السابقه. اللي يسال عن فرص التحسين والدروس المستفاده، هذه تكون ضمن والوصف النتائج. انك ممكن توصي ان يكون هناك خطوات لعمليه التحسين قد يستفيد منها معلم اخر. كيف لا توثيق البحث الاجرائي؟ اذا استخدمت مراجع وتبغى تنشر البحث هذا عادي تحط المراجع. التوثيق اذا اذا تبغى تنشر البحث، اما اذا كان الحل مشكله ما تنشره ما يحتاج توثيق. نعم، في حاله النشر لابد يكون هناك توثيق للمراجع. هل يمكن تحويل البحث الإجرائي لبحث علمي؟
يعني تقصد ان البحث الاجرائي هذا يعتبر بحث يعني مشابه للبحث العلمي ولا كيف يعني؟ ممكن يكون نواة لبحث علمي مستقبلي، لكن البحث العلمي العكس، يعني نطور ونجعله بحث علمي مشكلة مستقبلية. أصلاً بحث علمي قائم على مشاكل افتراضية، هذه من ضمن المشاكل اللي موجودة في الميدان التربوي، اللي هي مثلاً عدم تنمية مهارات التفكير بأنواعه. وأكثر الدراسات الشبه التجريبية في الميدان التربوي قائمة على يا ضعف التحصيل يا تدني مستويات أو مستويات مهارات التفكير لدى المتعلمين. نعم نطور ونجعله بحث علمي لمشكلة مستقبلية، ليش؟ نستفيد من النتائج، نعم، ويأخذ صفة البحث العلمي وخطواته الصارمة. كل بحث علمي بحث إجرائي؟ لا، البحث الإجرائي قائم على مشكلة حقيقية واقعية اكتشفها الممارس وينفذها الممارس. في البحث العلمي اللي يقوم بالبحث العلمي ما ينفذ، ينفذ شخص آخر. أتمنى أن أكون قدمت الشيء البسيط اللي يفيد الزملاء من المعلمين والمعلمات. هل أستطيع أن أحول البحث الإجرائي إلى بحث علمي؟ قد تستفيد، قد تستفيد من كون هذه المشكلة موجودة، ممكن تبحث حولها وتبحث في الدراسات حولها والإطار النظري، وممكن تحولها إلى بحث علمي، بس نتأخذ خطوات البحث العلمي الصارم. يعني قد تكون نواة لإيجاد كبحث علمي. الندوة باقي لها إن شاء الله بكرة في نفس الوقت جلستين، وفي ندوات قادمة إن شاء الله خلال الأيام القادمة مع الزملاء في الجمعية العلمية السعودية لمعلم جسمي. الجهات التي يمكن تعطي تغذية راجعة بعد انتهاء البحث المعلم، ممكن المعلمين المتخصصين في المدرسة، أو ممكن المشرف التربوي، أو ممكن حتى تستشير متخصص أكاديمي. اللي عند بقية الندوات تابع حساب الجمعية السعودية العلمية المعلم جسمي. هل هناك من تساؤل لأن أذن المغرب وعلى وشك تقام الصلاة؟ الإعلانات كما ذكرت من خلال حساب الجمعية في تويتر. في الختام أشكر الجميع على الحضور وعلى المشاركة وعلى التفاعل، وحقيقة أنا اكتسبت من ردودكم ومن إسراءكم للدورة ومن تساؤلاتكم الكثير والكثير. شكرا لكم، وأسأل الله أن أكون يعني قدمت المفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.